بدايتنا في الدول العربيه ان احنا بنبتدي من الصفر كل مره. بنجيب عدد كبير من الاجهزه بيخلي الشركه عايزه تساعدنا. لازم خواجه، مش عشان عقده الخواجه، عشان هو اللي انتج الجهاز، الترينر بتاع الجهاز. تعال علم دكاتره انشيب اللي انا مش منهم. شخص سيزول. مؤسسه ستبقى. دايما بيبقى فيهم مقاومه لكل ما هو جديد. وربنا جعلك سبب شفاء الناس، لازم تعمله وجواك ده. انا انسان حب الفكره، حب المؤسسه، حب لما يموت يسيب 300 400 دكتور بيدعوه. لو جبنا دكتور ما بيعملش كل ليل ونهار غير شد بطنه، ده بعد 5 سنين هيبقى شكله ايه؟ يبقى مايسترو. ستثبت الايام ان كنا فعلا على الحق، على العلم، على فعلا بناء مؤسسه طبيه نشر بوجودها في مصر، ولا الهدف ان انا افتح شويه عيادات واقعد الم فلوس و المريض المصري معتقد انه جراح التجميل لازم تكون عملياته 100% ناجحه، وده مش موجود في العالم. الأستاذ الدكتور هاني نبيل، جراح التجميل ومؤسس عيادات إن شيب. أهلا بكم. الحقيقة النهاردة يوم مهم جدا، لأن النهاردة عايزين نرسي فكرة مهمة جدا في العمل الطبي، العمل الجماعي. العمل الجماعي وإن أنا أطور هذا العمل لكي أصل إلى درجات مهمة جدا من التقدم الطبي، مش في مصر بس، لا ده أنا أنافس الدول العربية، أنافس المنطقة الخاصة بالمنطقة العربية شرق الأوسط، أطلع في العالم كله. الساحة العلاجية هدف مهم جدا يا جماعة دلوقتي، هدف مهم جدا لينا، لأنه بينعكس على حاجات كتيرة. أولا بينعكس على أنه تدي صورة الأمن والأمان الموجود في مصر، لانه السائح اللي جاي يعمل اي شيء، يعمل نوز جوب، يعمل يشفط دهون، يعمل اي مشكله عنده، تثدي عند الرجال، عندها صغر حجم الثدي، جاي مصر. اولا مصر عشان تبقوا عارفين، من ضمن ميزات تعويم العمله المحليه انها ادتنا فرصه ان احنا نكون يعني مش منافسين عاديين، ده منافسين بقوه شديده جدا جدا. لان انت لما تيجي تتكلم على اي بروسيدر في مصر هتلاقيه اقل سعرا من اي بروسيدر موجود في الدول العربيه بمقارنه العمله، واللي هنا امهر بكتير. لكن المنظومه لازم نفهم منظومه العمل الطبي لما تكون فيها عمل جماعي وتكون عندها الطموح انها تنافس عالميا الاسماء الموجوده في العالم كله. مش عايزين نقول الاسماء دي جنب اسماءنا احنا من ناحيه العمل ومن ناحيه المضمون العمل ولا حاجه، احنا اقوى، مصريين اقوى. فالنهارده احنا بصدد ده نشرح يعني ايه عمل جماعي، بيخدم العمل الجماعي بيتم ازاي، فايدته بالنسبه للبلد ايه، هدفه بالنسبه للبلد ايه، ده مهم جدا جدا جدا. الحقيقه ضيف النهارده اسم كبير في عالم جراحات التجميل، واسم كبير في عالم إدارة المنظومات المتخصصة في عالم جراحات التجميل، وده شيء مهم جدا ان احنا بدأنا نمتلك أسماء قادرة على انها تقود منظومات عملاقة. الجراح الشهير والاسم الكبير في هذا المجال اللي بسعد جدا بزياراته لينا، وبخطفه زي ما بيقولوا بين العمليات وبعضها، وبرزق عشان استضيفه، وهو بيقبل الدعوه الحقيقه رغم هذا الكم الهائل من الثقل الوظيفي اللي عليه، ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره وسوبر ستار جراحات التجميل الاستاذ الدكتور هاني نبيل. اهلا بيك يا دكتور. ايمن ازيك؟ وحشني جدا. وحشني كتير والله، وحشني. سنه سعيده. الله يكون مقدمه ولا احلى. ربنا يخليك. قعدت بيك. انا بتشرف بدعوتك ليا يا دكتور ايمن، مش بس بقبل ده، انا بتشرف وبحب اكون موجود معاك، ويمكن يسعدني اقول لك ان انا مش بطلع اعلام غير معاك. ده اللي بيسعدني، لثقتي فيك وثقتي في المحتوى اللي بتقدمه، ثقتي في حرصك على كل كبيره وصغيره في كل كلمه بتتقال، سواء انت بتقولها او ضيفك بيقولها. تحياتي وتهنئتي الكبيره باللي عملته في 2017، باللي اضفته لطب التجميل، يمكن من خلال فريق عمل
عندنا بنبص على البرامج وبنبص على اللي بيتقال فيها، ولن يزيدك شيء ان اقول لك ان انت من احسن البرامج، انت اشهر واكبر من كده بكتير، لكن كل الريسورسز اللي بتتعمل بتقول انه يعني برنامجك يا دكتور ايمن اتقل برنامج طبي في الميدل ايست. ربنا يخليك، تهنئتي ليك، ده شهادة اعتز بيها، ده شهادة الريسيرش والعلم شخصيا. لا انا بالنسبه لي شهادتك انت بالنسبه لي. لكن بدانا ناخد سكه تانية يا دكتور، ما بقتش رايي هاني في ايمن وايمن في هاني، بقى في علم في الموضوع. اداره المنظومه الطبيه في عالم التجميل، خاصه بعد ظهور بعض الاتجار، او خلينا نقولها شبهه الاتجار فيها وشبهه التجاره، بقت موضوع شائك جدا. احنا شعرايا ما بين الاعلام والاعلان، شعرايا ما بين الضمير وعدم الضمير وغياب الضمير والاتجار بالعيانين. فبدانا نحب نبص على الصوره من بره، نحب زي ما كنا دائما ابدا في مصر لنا الرياده في كل حاجه، عسكريا واقتصاديا وعلميا وتعليميا وفي كل وفنيا فقدناها في مرحله يمكن سابقه لظروف خارجه عن ارادتنا جميعا كمصريين، لكن بنتفائل في الايام دي. الحمد لله احنا ماشيين على اتجاه سليم، الحمد لله رجع تاني الدنيا تمشي مظبوط، الحمد لله بدانا ننام في بيوتنا بالليل مطمئنين. علينا ان نعمل عشان نرجع للرياده، نرجع للرياده من خلال عياداتنا، من غير برامج، من غير الفن، من غير افلام، مصانع، طرق، كل حاجه. كل حاجه لازم نرجع تاني زي ما تعودنا نكون من يوم ما اتولدنا. انت قدمت من خلال انشيب تحديدا صوره رائعه للسياحه العلاجيه موجوده في مصر. السياحه العلاجيه شيء يهم الدوله جدا جدا، يعني احنا وطبعا عالم التجميل السياحه العلاجيه فيه قويه جدا، لانه السائح اللي جاي في مصر او المواطن المصري اللي جاي يعمل عمليه تجميل ده بيقعد فتره طويله موجوده في مصر وبيستمتع بقعدته فيها. بص دكتور ايمن، فكره كانت جزء منها السياحه العلاجيه، جزء منها تقديم الخدمه الطبيه بشكل يليق بالمصريين ويليق بالساده العرب، ضيوفنا العرب، ويليق باسامينا. المنظومه الطبيه في مصر كانت مبنيه على دكتور بيتعلم كويس، عنده مهاره، بيشتغل كويس، بيشتهر، بيبتدي يعمل عيانين وبيعمل عياده ويشتهر، يقعد 5-10 سنين بيقدم الخدمه الطبيه دي في مقابل، سواء مقابل كبير مقابل صغير، المهم بيرتضي هذا المقابل، وبتنتهي موته زي ما بنقول، وبيجي اللي بعده يبتدي من حيث بدا الاخر من حيث انتهى الاخر. النهارده وانا عندي 60 سنه وجاي شاب عنده 40 او 30 سنه، هيبتدي هو مش هياخد اللي عندي، مش هنقله ده لانه مش هيقابلني، وبالتالي هيبتدي زي ما انا ابتديت وانا عندي 30 سنه، فما بنتقدمش ولا خطوه. مشكلتنا في الدول العربيه ان احنا بنبتدي من الصفر كل مره. كانت فكره انشاء مؤسسه او 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 او, أو منظومه بنضم فيها مراحل عمريه مختلفه من سن 30 لسن 50 موجودين في نفس المكان، كلهم بيعلوا مع بعض، كلهم بيتعلموا مع بعض، انفاق سخي جدا 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 عليهم في اتجاهين. الاتجاه الاول وهو جوده الاجهزه والتكنولوجيا الموجوده، لان لما بتبقى مؤسسه كبيره ليها قواعد وليها دراسات وليها تقول لك انك النهارده لما بتجيب احسن اجهزه بتقدم خدمه افضل، يمكن على المدى البعيد بتبان انك خسران، لكن على المدى القريب سوري او القريب بتبان انك خسران، على المدى البعيد بتبان انك فعلا بتقدم خدمه احسن، فعلا بتحافظ على عيانينك، فعلا بتجيب نتائج كويسه. وبنضمن استمراريه المؤسسه، مش هاني كان شاطر، هاني كبر وخلاص وعجز ومش قادر يشتغل، فنبتدي نجيب احمد يبتدي من الصفر على ما يوصل لهاني يكون عجز، ما فيش تواصل من حيث الاجيال. كانت فكره انشاء عائلات انشيب هي الفكره دي بالظبط، مؤسسه تضم النهارده اكثر من 130 طبيب، 15 عياده موجودين في مصر، وفتحنا كمان في الدول العربيه. يمكن اول عياده اتفتح في الدول العربيه خلال اسبوع اسبوعين في الخليج، وهنستمر وننتشر. الهدف من ده ايه؟ تقديم خدمه طبيه متميزه من خلال اطباء مدربين احسن تدريب، مش مدربين من خلال بس شخصي او شخص من هم اقل مني او اكثر مني علما في المؤسسه، لا، احنا عندنا جدول تدريبي للاطباء دول. بيقول ان الدكتور بيسافر مرتين في السنه حسب سنه، حسب رضا العيانين عنه، حسب كي بي ايز بتتعمل له، دراسات بتتعمل له شهريا، تشوف الدكتور ده بيتقدم عنده النقطه دي نقطه ضعف، انت مثلا مش كويس في حقن البوتوكس، انت مش هنسيبك تحقن بوتوكس قبل 3 سنين، انت قاعد معانا 7 سنين. بنبتدي نعمل لك دورات تدريبيه، عندنا مركز تدريب كامل، يمكن مكان كامل مسطح 400 متر، في مجهز تمام كمركز تدريب.
بندرب الدكتور ده لحد ما يوصل مستوى معين. من خلال هذه المؤسسه نقدر نستخدم اطباء اجانب، نقدر نسفرهم مؤتمرات. يمكن السنه دي اكتر من 30 او 40 دكتور من المؤسسه سافروا بره مصر مؤتمرات باهظه التكاليف، ونجحنا كمؤسسه ان احنا نعمل، احنا بنزرع، هنشوف الحصاد يمكن كمان سنتين ثلاثه. كل دكتور اسامي كبيره لامعه طبيا وعلميا واكاديميا، ناقصهم بس انه يتحط في منظومه عمل جماعي. مش عايز يشغل باله بقى مشاكل السكرتيره اتاخرت، ولا مشاكل ممرضه غابت النهارده، ولا مشاكل الجهاز ده ب 2 مليون جنيه مش هيقدر نشتريه فاضطر اشتري جهاز كوري ب 200,000. هو دكتور شاطر جدا بس ما عندوش ده. احنا عندنا ده بعد خبره 20 سنه في هذا المجال، نقدر نوفر لك الجهاز، واحنا متاكدين ومطمئنين تماما حضرتك هتصيغه وهتستخدمه في التشخيص الصح للحصول على النتيجه الصح. ده الـ 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 السرد العام كده كفهرس عام ورؤيه عامه لفكره مؤسسه، فكره تعدد مؤسسه بتصب في صالح المريض، لان انت جايب الدكتور الشاطر اديته جهاز قوي جدا وامكانيات وتجهيز كامل من تمريض من سكرتاريا من سوبرفايزر، كواليتي كنترول لكل حاجه. كل حاجه بتحصل في العياده دي بيتم الاشراف عليها من فريق اداري اكتر من 200 شخص اداريين قاعدين في مكان منفصل تماما عن هذه العيادات وهذه المؤسسه، ما بيعملوش حاجه ان هم يتصلوا بعنين. حضرتك عانيتي من اي مشكله؟ حد يضايقك؟ مبسوطه بالنتيجه؟ طب نعمل لك ايه؟ طب نوديكي فين؟ مؤسسه الهدف منها جمع الاراء من عيانين اللي عملوا امبارح واول امبارح واول اول، ناخد الفيدباك ونحسن الخدمه. في دكتور او دكتوره جايب منه شكوى الفلانيه، احنا مش فكره هو كده وخلاص، لا احنا بنضمن تقديم خدمه مؤسسيه زي ما حضرتك بتروح لاي مكان في العالم. النهارده في عيادات في اسبانيا وفي اوروبا 250 عياده بتملكهم نفس مؤسسه، مش شخص، هي مؤسسه عمل جماعي. حتى على مستوى الجراحه النهارده الفريق الجراحي في عيادات انشيب بقى 15 جراح واربعه او خمسه فريق تخدير، هم دول اللي بيعملوا عمليه. مفيش حاجه اسمها تيجي لهاني ولا تروح لاحمد ولا تروح لايمن، مفيش حاجه اسمها كده. دول بيسافروا، يمكن كان الشهر اللي فات في اكبر مؤتمر جراحه تجميل في العالم في نيويورك، وانا كنت عندي مشغوليات في مجلس سافر، سافروا اربعه من شباب الاطباء عندنا بقى لهم معانا في انشيب يمكن 7 أو 8 سنين، هم سافروا كاتنج اتش. كاتنج اتش في نيويورك ده تكلفه الدكتور عشان يسافر بتتعدى ال 150,000 جنيه. سفر امريكا واقامه والريجستريشن و سافرنا 3 أو 4 من خلال علاقاتنا بالشركات، يمكن شركات ادويه ساعدتنا، وقل ما قدرناش نتحصل المؤسسه دفعته عشان نعلم الدكاتره. جايين بفاين تيونينج كده، هو اتعلم 7 أو 8 سنين وعمل له 1000 حاله، بس هو بيسافر بندي الدكتور. انا اول مره اروح كاتنج ايدج ده كان عندي 44 سنه اجيب فلوس من المكان فيه، النهارده 34 و35 بنسافرهم كاتنج ايدج، بيتعلم بيحتك باحسن دكاتره العالم، ده اشهر مؤتمر جراحه تجميل في العالم. بيرجع نقعد زي راوند ميتنج كده نتكلم ونشوف ونشتغل ونقدم النتائج ونعمل توصيات وبنتقدم. من خلال زي ما قلت لحضرتك فكره التدريب الصح زائد الانفاق على الاجهزه. طب عايز اروح لقضيه مهمه، العيان المصري والعربي بقى. العيان المصري والعربي اللي بيجوا انشيب بيجوا لك. بيجوا ما هم انا بالظبط كده. انا في الاخر بشوف 10 20 عيان. انا عايز اقول ازاي انت قدرت في الفترة الأخيرة في التسع سنين اللي فاتوا أو في الثمان سنين اللي فاتوا قبليهم 20 سنة مثلا من العمل بقى تغير من عقلية المريض، فالمريض يدخل بدل ما يدور على الدكتور نبيل هو اللي يعمل لي كل حاجة، أو مثلا الدكتور أحمد مثلا فلان يعمل لي كل حاجة، لا هو هيستفيد من وجود فريق جراحي كامل. وايه الفايده العلميه فعلا الحقيقيه اللي احنا عايزين نوصلها للناس من فكره وجود فريق كامل يخدم مريض التخصص؟ ايوه التخصص. النهارده لو عندنا 10 عمليات بيتعملوا، جه الدكتور خالد مثلا، هنركز مع الدكتور خالد ان هو هيعمل فقط التثدي، نصفره تثدي، نقعده تثدي، كل حد تثدي، نقعد نركز باداء احسن واحد بيعمل تثدي في مصر، لانه ما بيشتغلش كل يوم غير تثدي، بنصرف عليه تريننج في التثدي، بنجيب له حد يصفره ويروح معاه التثدي. فاذا انت لما بيكون عندك 10 جراحين كل واحد فيهم مسكته حته واتقنها 100%، احتمال ده يكون موجود حتى في شخصي انا.
انا كجراح تجميل بشتغل عمليات. عندي النهارده ثلاث حالات، واحده منهم تكبير ثدي، واحده منهم شفط دهون، واحده منهم شد بطن. تلت وقتي بس مارست فيه شد البطن. لو جبنا دكتور ما بيعملش كل ليل ونهار شد بطن، ده بعد خمس سنين بالله عليك هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى رائع. لو وفرنا له بقى مجموعه من الاشراف، مجموعه من فريق التسويق، فريق الاشراف، فريق الماديات، فريق الحسابات، فريق الضرايب، هو ما بيفكرش غير في العلم. الطبيب في انشيب لا يفكر غير في المريض. شلنا من عليه كل اللي بيشغله. انت مشغول في ايه؟ تدفع بقى كهربتك وتدفع ضرايبك وتدفع ايجار عيادتك، مش عايزين ده خالص. حضرتك انت دكتور بس، ذاكر، سافر، اتعلم، اشتغل عيانه فقط. ورا الجيش بيشيل كل الحاجات المان ميديكال اللي هي غير طبيه اللي بتستهلكني واستهلكتك زمان كتير. هو ما بيفكرش، روح مطمن الجهاز ده شفناه يا دكتور حلو. خلال 30 يوم الجهاز يبقى عنده في العياده، خلاص. لا قعد مع شركه ولا مضى شيكات ولا عمل ولا اشترى ولا باع ولا حاجه خالص. هيجي معاه خبير اجنبي يعلم كذا كذا كذا، هو متخصص كل وقته في دايركشن واحد. العلم والطب والمريض. بعد 3-5 سنين هيبقى الوضع في حته ثانيه، ما بيستهلكش وقته. التطور اللي انتوا عملتوه بقى في السنه دي بالذات، انت السنه دي عملت فيس ليفت رهيب. عملنا فيس ليفت كبير لانشيب، لان احنا لقينا انه الفكره ناجحه. الاطباء الصغيرين بيجي له عيانين عايزينهم هم، مش عايزين انا لسه امبارح يمكن النهارده عيانه قديمه عندي بتكلمني بتقول لي انا عايز اعمل، صاحبتي عايز تعمل شط بطن وكشفت معاك، بس عايز الدكتور فلان عندي في انشيب يعملها. مفيش حاجه اسمها كده. انت بتقولي انا عايز اعملها في انشيب، احنا نختار لك المتخصص في شد البطن بتاع انشيب. بس فاهم اللينك بقت ماشيه ازاي؟ ما عنديش اي غضاضه في ده، بالعكس انا سعيد بده. انا في الاخر شخص سيبلى سيموت، ستبقى المؤسسه اللي فيها الدكتور بيتخرج عايز يتعلم، هيجي معانا يتعلم يشتغل بقى كويس، عايز تنفصل روح حضرتك افتح حياتك. بس انا متاكد ان انا خدت فيك ثواب، لما تفتح حياتك انت اتعلمت كويس جدا ومارست بشكل رائع. بيغطي على ده في الفيس ليفت اللي عملناه. زي ما قلت لحضرتك بنينا باك اوفيس او شركه اداره بتدير هذه المؤسسه، ولم وما استخسرناش خالص في الاجهزه. يمكن جبنا مجموعه من الاجهزه اللي صعب كدكتور واحد يقدر يجيبها. كان يمكن اتكلمنا عن لايبو ساوند، اتكلمنا عن جهاز جديد اسمه فاتشي او ما اعرفش، لسه ما اتكلمناش عن فاتشي. ده جهاز بيعمل زي ليفتنج للفيس كده. جبنا جهاز كمان يمكن كنا من اوائل الناس اللي هنستخدمه في مصر وبدا يشتغل السنه دي. جهاز عارف بعد ما السيدات بيولدوا مره او اتنين ده طبيعي بيحصل ارتخاء في عضلات المهبل، بيحصل عدم رضا عن العلاقه الخاصه بين، لا احنا جبنا جهاز في جلسه واحده، جلسه ليزر عاديه جدا بدون عمليات، نقدر فعلا نعيد عضلات المهبل اللي سابق عدها. مش بس كده، بيستخدموا عندنا اطباء النساء مش دكاتره الجلديه، احنا متخصصين زي ما قلت لحضرتك بنؤمن بالتخصص. لما جبنا الاجهزه دي قررنا نعمل ايه؟ لا احنا هيستخدم الجهاز ده دكتوره نساء تكشف وتعمل وبتاع، عشان الخصوصيه بقت طبيبه مش طبيب. وان كنت لا اعترض على اطباء النساء كذكور، لكن انا مش عياده نساء، انا عياده تجميل. وبالتالي كان افضل لينا وجود السيدات في ضمن المنظومه، هيبقى اكثر راحه للمريضه. من الحاجات اللي عملناها كمان، عملنا مركز متكامل في انشيب، عيادتين من عيادات انشيب قررنا نسميهم الليزر ريفيرال سنترز. يعني ايه؟ يعني عيادات فيها كل لاين الليزر ايا كان عدد اجهزه الليزر بالتردد الموجي بتاعها، في كيو سويتش، في اير بيمياك، في جبنا اللاين كله، واحده في مصر جديده واحده في المهندسين، ناحيه نهادي واحده هادي. وبنقدم يوم في الشهر مجانا للعيانين المصريين بدون اي مقابل. العيان مش قادر، الاجهزه دي غاليه جدا، والعيانه عشان تيجي تعمل عليها جلسات تبقى مكلفه عليها. اخترنا يوم في الشهر مبادره من انشيب هتعمل عيانين مصريين ببلاش. جبنا اساتذه من معهد ليزر دلوقتي انضموا لانشيب، هم اللي ماسكين تدريب الدكاتره، هم اللي بيعملوا الجلسات بنفسهم. بقى عندنا قدر من يمكن كل اللي الواحد اشتغل فيه في 20 سنه حطيناه في اتجاه واحد بس. احنا هنعمل مؤسسه ما فيش حاجه اسمها عندي جهاز ليزر واحد، فاللي عايز تعالج اثار حب شباب، اللي عايز تعالج نمش، عايز نتكلف، عايز تعالج جروح، عايز كله، هو جهاز واحد مش شغال على كل. لا، لو لكل انديكيشن او لكل تشخيص جهاز جبنا كل الاجهزه في نفس المكان. برضه هرجع تاني، عندي حاجتين عايز اسال عليهم. العدد، عدد العيادات
والعدد قفز من رقم الى رقم تاني خالص، يعني هو مش تضاعف، هو تضاعف وسيظل في التضاعف طالما الهدف. صدقني يا دكتور ايمن، يمكن بعض الناس شايفه انه ده بيزنس وهاني بيعمل بيزنس وبيحب التجاره وعنده عقليه بيزنس. لو عندي عقليه بيزنس ما كنتش عملت كده، لانه خلال رحله 20 25 سنه من العمل في جراحه التجميل كان معنا ما يكفينا. تم انفاقه بالكامل، مش تحت اسمي، تحت اسم دكاتره تانيين. بالله عليك اسالك سؤال كاخ وصديق، ال 130 دكتور لو بكره سابوني ومشوا، الفلوس اللي انا صرفتها راحت فين؟ علمت بيها 130 دكتور هيروحوا فاذا هي ليست تجاره، هي فكره. فكره مؤسسه ليها قيمه. عندنا براندات في طب وجراحات التجميل، وبراندات في تجميل الجلد مش مصريه، من بره مصر غزت العالم. وبيجي لنا مصر هنا تاخد العينين المصريين، احنا عايزين نجيب عمله على الاقل حافظ على العين المصري ما يروحش لبراند اجنبي. العين الاجنبي بيجي صدقني، لما بيلاقي اسيستنت بيجي، صدقني لما بيلاقي اسيستنت بيجي، بيلاقي حد بيحجز له كول سنتر محترم، بيحجز له مواعيد محترم، بيروح في مكان محترم، بيلاقي كل الريكوست، كل الكومبلينس بتاعته هتستجاب، كل الخدمات بتقدم ليه سواء مصري او غير مصري بنفس السعر بقائمه اسعار معلنه، ما فيهاش فصال وما فيهاش ده معاه فلوس نغلي ولا لا، هي حاجه واحده ستاندرد زي تمن الكوبايه دي او تمن الورقه دي او تمن الساعه دي. معروف ان جلسه الليزر بكذا، معروف معروف انه التسدي عمليه التسدي معروف شد الجلد، معروف شد البطن. من الحاجات اللي خلت كثير من الـ من الـ من السياحه الخارجيه تفشل في مصر او تتراجع كانت الاسعار المختلفه، انه ده بيتحاسب، لا ما عندناش ده خالص، احنا كلنا سعر واحد، عندنا مساحه للعمل المجتمعي، وده هتزيد في 2018 هكون كلها من خلالك، ان احنا هنعمل عمل مجتمعي. اذا كان احنا بنقدم ده بهدف نشر الفكر المؤسسي، كمان بعض الناس غير القادرين هنقدم لهم ده. لو شلنا 5% و10% من وقتنا ومن اجهزتنا ومن علم ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيه نديه للناس مجانا، هل ده غلط؟ احنا 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 مش بقول ان احنا ملائكه، لكن احنا بنحاول نكون بشر طبيعيين، ربنا جعلنا سبب لشفاء الناس. زي ما بقول لك قد يرى البعض انها تجاره وانها بيزنس وانها سبوبه، في اعتقادي الشخصي ستثبت الايام، ويمكن انا اعرفك يا دكتور ايمن من اكثر من 15 سنه، ستثبت الايام 18 ما كبرناش بقى. طيب ستود الايام ان كنا فعلا على الحق، على العلم، على فعلا بناء مؤسسه طبيه نشرف بوجودها في مصر، ولا الهدف ان انا افتح شويه عيادات واقعد الم فلوس لا ده الفيوتشر. هو العالم كله على فكره، يعني امريكا كلها ماشيه كده، امريكا كلها ماشيه كده، صدقني العالم كله. انا بتكلم على امريكا على اساس ان هي بوبيوليشن ضخم جدا، احنا بنتكلم في عدد سكان رهيب وعدد يعني مقارب للتجربه بالزبط. بتاعتنا الكلام ده موجود في الدول الكبرى كلها اللي هي اللي عدد سكانها كبير، كلها بقت مؤسسات كبيره علاجيه، مؤسسه بتقوم بدور الاشراف على دكاترتها لمصلحه المريض. هذا الدكتور مش انا النهارده لو مرخص هروح افتح عياده اعمل اللي انا عايزه في العينين، ده ما بقى ما العينين بيمشي بعد كده وسمعتنا بتبوظ ويروحوا يعملوا عمليات بره. احنا ما يعني ليه؟ ما نعمل مؤسسه دورها الاساسي الاشراف. بقول لحضرتك احنا يمكن عندنا اكثر من 514 حد في هذه المؤسسه، 100 وحاجه دكتور، المؤسسه متعدده النشاطات مش مجاله هنا. ال 100 دكتور عليهم كام واحد بيساعدهم في الاداره؟ 200 200 على 100 هم بيساعدوهم، بيشرفوا عليهم، بيخلوهم يشتغلوا بدون ستريس. انت عايز احسن منتج فيلر هنجيبه لك، ده ناقص في السوق باشا، احنا بنروح نشتري كميات كبيره عشان احنا مؤسسه كبيره وبندفع فلوس فبنجيب لك الحاجه الاحسن. ما فيش حاجه اسمها شورتج، ما فيش حاجه، الجهاز ده باظ يتصلح، الجهاز ده جديد نجيبه. احنا كل سنه في انشيب بنغير كل اجهزتنا، بنرجع اجهزتنا للشركات يحسبوها لنا باكس، ندفع الفرق ونجيب اجهزه موديل السنه. انت بتبني حاجه دلوقتي ليها ثلاث محاور او اربع محاور رائعين جدا. اولا الناحيه التعليميه، ده مجال حلو قوي للتعليم طبعا، ومجال رحب لشباب الاطباء ومتوسط السن واصحاب الخبرات اللي يا عيني عندهم مشاكل ماليه وبيبقوا وجدوا لا هنا النهارده بيتامل لهم مستوى رائع جدا جدا. اضيف لك معلومه في ده، ان ما التدريب او السنتر بتاع التريننج عندنا ليس فقط لاطباء ان شيب، انما لكل طبيب عايز يتعلم ببلاش. الله تعلم يروح في حياته ينافسنا، الهدف ليس المكسب،
تعالى اتعلم حضرتك. احنا هنعمل النهارده تريننج على البوتوكس. احنا عندنا 50 دكتور، هم في 100 مكان في القاعه اللي احنا مجهزينها بتاعتنا فيها 50. عايز انت تعالى اتعلم، ما هو الخواجه جه، ما تيجي اتعلم. انا مش هعمل ده عشان انشيب تكسب، انا هعمل ده عشان فكره المؤسسه تنجح. التطوير المهم جدا في الاكويبمنت، الاجهزه، ده مهم للغايه، لانه العالم دلوقتي ده بقى مهم يا دكتور. اقول لك ليه؟ زي ما حضرتك بتقول العالم كله بيتجه نحو الاحدث، لكن مع فرق العمله بقى الجهاز الكويس غالي جدا، الناس مش هتشتريه. احنا بنقعد نقسطه مع بنوك، نقسطه مع مش عارف ايه، المهم في الاخر بناخد المخاطره وربنا بيكرمنا. احنا عندنا اكتر من 15 محاوله للنجاح، لان هم 15 قادر هيزدادوا ان شاء الله. طيب فانت فبتقدر تمشي الدنيا. فالسعر الاجهزه زاد جدا 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 بشكل. طب الاطباء اللي هتتعلم، الراجل خد دكتوراه من جامعه مصريه جميله جدا، الراجل علامه وبتاع، مش لاقي جهاز هيجيبه فين في حياته؟ جهاز 2 3 مليون جنيه، هيدفع قسطه 300,000 400,000 جنيه في الشهر. طب هو هيعمل كده ازاي؟ شاب عنده 32 33 سنه خد الدكتوراه وبقى احسن واحد في الدنيا، مش عارف يشتري جهاز. هيضطر مجبر ينزل كواليتي في جهاز كوري عشان يشتغل في عياده صغيره. لا حضرتك تعالى هات عينك اشتغلهم في المؤسسه. مش فلوس، المشكله في ان فكره العين ياخد احسن خدمه يجيب نتائج، فما يطلعش بره مصر. ونحقق نهضه في طب التجميل قائمه على التريننج والاكويبمنتس في اماكن مجهزه صح، متوضبه كويس جدا جدا جدا، معقمه كويس جدا 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 جدا. دول تلات محاول اساسيه عندنا، قد تربح وقد لا تربح، مش الهدف الربح. لو ربح صغير وضربته في 15 لازلت انا هحقق بعض الارباح. اسمح لي اقول كده، لان انا برضو مش عايز ابان في صوره بابا نويل، انا مش بابا نويل، لكن انا انسان حب الفكره، حب المؤسسه، حب لما يموت يسيب 300 400 دكتور بيدعوا له. ربنا يكرمك يا رب حبيبي. انا عايز قبل ما امشي بس اعرف حاجه، المؤسسات دي موجوده، العيادات موجوده في القاهره وموجوده في اسكندريه والمنصوره وهتفتح في كل انحاء مصر. عشان خاطر الصعيد لسه بقول لك، عشان اعرف ان انت متحيز. طبعا انا متحيز جدا للصعيد. احنا هنروح الصعيد في 2018 وعلى. ارجوك احنا هنفتح في كل محافظات الصعيد. بس خلي بالك نجاح الفكره مصر، القاهره هي تقريبا نص مصر. طبعا طبعا، ما هو القاهره نصغر النهارده وقبلت السياحه العلاجيه ووائل قدرتنا حتى على الاشراف عليهم على الاطباء. انا عايز عياده واحده في الصعيد 2018 وعلى. طيب اثنين او ثلاثة؟ لا احنا عايزين نبدا بواحدة. ما البلان محطوط، احنا مش احنا بلان محطوطة لحد 2030 يا دكتور ايمن. احنا عندنا ورق واحصائيات وجداول زمنية لحد 2030 متاخد من اكبر شركة عالمية في قصة المنظومة الطبية. يعني ده مش رأيي، لما لقيناها هتعمل كده رحنا لناس خدوا مئات الالوف وقلنا لهم نعمل ايه؟ مش في مصر. قالوا لنا اعملوا واحد اثنين ثلاثة أربعة وامشوا كده اعملوا كده. احنا ماشيين بكتالوجات علم حتى إداري. انا سعيد جدا انا سعيد جدا بهذه الزياره، وانا عارف ان وقتك صعب جدا. ده انا بحب نفسي اطلع معاك كل يوم يعني. يعني انا نفسي لا بس اجمل حاجه ان انا بشوفك، يعني انا بشوفك كاني بشوفك امبارح. يعني احنا يعني انا دايما على طول التواصل موجود. ربنا يوفقك ونسعد جدا وانا معاك بقلبا وقالبا، وكل مؤسستنا في القاهره والناس والدكتور والناس الحلوه كلها داعمه لعملك المؤسسي اللي في طموح رائع جدا وفي عطاء لا منتهي كالعاده، وفي زي ما بيقولوا رغبه كبيره جدا في نقل الخير للغير، وده شيء مهم. سواء الخير ده لزملائنا الاطباء، شباب الاطباء، تلامذتنا الاكبر مننا، المرضى بقى اللي هم الاساس في القصه بالظبط كده، وفريق بقى التمريض، وكل دول دول كلهم جزء من المؤسسه. جزء من المؤسسه. نورتنا وشرفتنا وسعدنا بهذا اللقاء الجاي في حوار ممتع جدا، واللي بعديه في حوار ممتع جدا، وفي لقاء في مفاجأة مدوية الشهر ده إن شاء الله. الشهر ده مدوية، يعني نوع من المرج جديد جدا. مؤسسات لازم تتلاقى ولازم خلاص مرج. لو تلاقت الفكرة وتلاقى الهدف سهل قوي، مؤسسات كبيرة تمرج أو تتحد. عشان بس الناس تبقى فاهمة، يعني المرج ده بين التجميل والأسنان، ده المرج، ده الكينونة بتاع التجميل والأسنان. بين ايه وايه؟ هنعرف اكيد. طبعا طرف التجميل الاول ان شيب. طب مين الطرف الثاني؟ فزوره. نورت في حلقه. ميرسي يا حبيبي. طبعا ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره وسوبر ستار جراحات التجميل الاستاذ الدكتور هاني نبيل، كان مبدعا في حوار اكسكلوسيف حصري لينا،
وايضا حوار مختلف تماما. نحن لا نتحدث عن تفاصيل طبيه ولكن تحدثنا عن تفاصيل الاداره الطبيه، وده جزء مهم في الفهم الطبي لازم تفهمه دلوقتي. ضيف العزيز كان منور في الناس الحلوه، خليكم مع الناس الحلوه. تقتربي من ال 100 كيلو بس انت من نوعيه ال 100 يعني، ومع ذلك عملتي عمليه، ما كان ممكن تمشي على نظام غذائي علميا، انت كنت ممكن تستجيبي لنظام غذائي، ليه القرار؟ لا القرار ده انا ما خدتوش كده من فراغ. أيوة. انا طول عمري بعمل ريجيم. كل الناس اللي موجوده عملنا لها العمليات موجوده معانا دلوقتي الحمد لله، كله عامل منظار، مفيش ولا فيهم عامل جراحه. يعني عمليه هو جراحه مفتوحه دي نوع من التهريج.